لكن توقفنا عند نقطة ونقطتين، هذه النقاط الآن يتم مراجعتها بهدوء وفي جانب، وأعتقد أن المفاوضات لا زالت فيها دفء ولا لا زالت فيها حرارة. عندما نشكل الكتلة الأكبر لا نستغني ولا نقصي ولا نهمش أي كتلة أخرى، نحن لا نريد أن نتعامل مع الآخرين بذهنية الانفراد في السلطة، ليست لدينا فكرة انفراد في السلطة، علما أننا كلينا سنشكل 59 ونحتاج فقط 4 أصوات سنكون 163، أي نصف زائد واحد، بمجيء وحدة العراق 4 مقاعد أو قائمة الرافدين أو التوافق أو 3 متفرقة نستطيع أن نشكل نصف زائد واحد، ولكن نحن لا نريد حتى مع تشكيلنا نصف زائد واحد لا نريد أن ننفرد في السلطة أو أن نحتكر الحكم. نحن نعتقد بأن العراقية تمثل قاعدتها وبيئتها، هم الكبيرة والواسعة، هم الإخوان في المكون السني العربي. لابد للمكون السني العربي أن يكون له تمثيل، وتمثيل سيادي وليس تمثيل هامشي، يعني تمثيل في أحدى السلطات الثلاث التي هي السلطات السيادية، التي هي رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان. نريد للمكون السني العربي أن يكون له تمثيل سيادي على مستوى هرم السلطة، وكذلك بالانفتاح على القائمة، قائمة الائتلاف الكردستاني التي تشكلت من مجموع قوائم قائمة التحالف والقوائم الأخرى الفائزة، وسننفتح على الائتلاف الكردستاني الواسع الكبير. نحن عندما نقول بأننا سنشكل الحكومة نعتمد على الدستور، الدستور وتفسير المحكمة الاتحادية يقول بأنه الكتلة الأكبر. هل ان 159 الا يشكل الكتله الاكبر؟ نحن لا نقول بانه النقص العراقيه، نحن لا نريد النقص العراقيه. نعم هناك ربما قيادات اطراف جهات في العراقيه لا زالت تتمسك بلغه هي بعيده عن لغه الديمقراطيه ولغه العمليه السياسيه ولغه التداول السلمي للسلطه، ولكن العراقيه بمجملها بمجموعها تمثل مكون مهم، وهم اخواننا السنه العرب بالإضافة إلى آخرين فيه، ولكن هذا المكون لابد من تمثيله ولابد من العمل معه في إطار شراكة وطنية. هذه الشراكة الوطنية قائمة على المسؤولية المتساوية أمام القانون وأمام الشعب، ونحن لا نريد بأي شكل من الأشكال هذا المكون. ولكن أطراف العراقية عندما يشددون ويعملون على أنه أن باتهام الآخرين بالطائفية ومحاولة احتكار الوطنية ومحاولة احتكار كأنما من المقياس والمعيار الوطني والديمقراطي، أكيد بأننا وجميع الكتل نستغرب من هذا الأمر، ونؤكد لهم على أن جميع القوائم التي فازت هي قوائم وطنية. نعم هناك اختراقات لا شك، وهذه الاختراقات ستعالج من خلال الحوارات الثنائية. نحن علينا ابتداء أن ننضج ائتلافات ثنائية، تفاهمات ثنائية، وبعد ذلك نذهب بالنهاية إلى المائدة المستديرة التي ينبغي أن تجمع للفائزين. طيب في إطار تفاهم وطني مشترك. أستاذ البياتي، يعني تتحدث عن انفتاح وشراكة وطنية و يعني استثناء الإقصاء حتى في التعامل مع أي قائمة من ضمنها القائمة العراقية. ينقل عن السيد أياد علاوي بأنه لن يرضى بأقل من رئاسة الوزراء. كيف ستتعاملون مع العراقية في ظل تشبث السيد علاوي برئاسة الوزراء؟ مسألة التشبث برئاسة الوزراء هي ليست تمنيات وليست رغبات، مسألة دستورية ديمقراطية وطنية. دستورية حسب رأي المحكمة الاتحادية تقول أن الكتلة التي تتكون من قائمة أو قائمتين إذا كان أكبر عدد، إذا كانت لديها أكبر عدد من المقاعد فإن تسمية رئيس الوزراء من حقها. فإذا ذهبنا إلى البرلمان ولم نستطع أن نشكل الكتلة الكبيرة وكانت القائمة العراقية وحدها الكتلة الكبيرة، من حق أن يتشبث، ولكن نحن ماضون من أجل تشكيل القائمة الكبيرة الكتلة الكبيرة التي هي 159 مقعد. هذا أولا. ثانيا الديمقراطية كذلك تقول بأنه عندما نكون 159 أكيد سنحتاج عدد أقل من المقاعد حتى نكون نصف زائد واحد في تمرير تشكيلة الحكومة. ثالثا قضية وطنية، مجموع ما حصلنا عليه من أصوات ومجموع ما حصلنا عليه من المقاعد والتأييد الشعبي والوطني تؤهلنا لكي يكون رئيس الوزراء منا
ومن عندنا، وعليه فإن التشبث لوحده غير كافي، والمسألة لابد من إيجاد غطاء دستوري وقانوني له. وأعتقد بأن القائمة العراقية وأطرافها والدول الإقليمية التي تسند هذه القائمة أصبحت على قناعة بأن مسألة رئاسة الوزراء سوف لن تكون من نصيبها، لأن فعلا المباحثات بين الائتلافين هي مباحثات متواصلة وجدية، وبالتالي الآن الحديث ربما يدور حول مواقع أخرى من الممكن التفاهم معها مع العراقية عليها. فالمسألة نحن لا نريد بأي حال من الأحوال أن نتجاوز الدستور والقاعدة الديمقراطية، ومن هنا نؤكد أن بدأت تتبلور ربما في الشارع وفي الأوساط السياسية والإقليمية قناعة بأن فرص أن يشكل السيد علاوي الحكومة باتت معدومة أو شبه نادرة في إطار ما يتم الحديث عنه الآن من تشكيل الكتلتين، ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني القائمة الأكبر. طيب دكتور خالد السراي، هناك حديث للسيد حسن العلوي وهو من أقطاب القائمة العراقية يقول أن الكتلة تعاني من ضعف وأنها غير متماسكة، تتعرض للتشظي والتفرق كما يقول، وأن السيد أياد علاوي يعاني من صعوبة كبيرة في اتخاذ القرارات لأن هناك مراكز قوى وشخصيات تحول دون اتخاذه للقرار. طيب في ظل هذه الصورة وفي ظل حديث عن أنها غير متجانسة في البداية وإنما أنشئت في ظروف وأسباب يعني ومناخات سياسية خاصة، كيف تقرأ مستقبل العراقية؟ بالتأكيد العراقية تم تجميعها بجهد إقليمي واضح، والكثير من الرؤوس داخل العراقية غير منسجمة أساسا ضمن برامجها، ولهذا لحد الآن ماكو كتلة سياسية أو شخص سياسي منصف يستطيع أن يحكم على الكتلة ككتلة كاملة متوحدة بتوجهاتها. لهذا نخشى أن العراقية الاختراق بها. لكن أنا عندي ملاحظة إذا تسمح لي. الآن بالنسبة لنا كعراقيين كمواطنين، إذا اقتنعنا أنه أكو خرق في العراقية كامتداد إقليمي، القوى السياسية الآن هل راح تتفاوض على أساس قسم وزارات؟ إحنا ما نريد العملية هيك، نريد ما هي الضمانة أن لا يظهر إرهابي داخل قوة البرلمان، ما هي الضمانة أن لا نصبح مثل العالم، لأنه في العالم ما موجود بقبة البرلمان رجل قاتل لشعبه. هل من الممكن أن نتفق بعض الأطراف؟ هل من الممكن أن بعض الأطراف داخل العراقية ممكن جذبها؟ وهذا الأمر أنا متوقع عندي، لكن يبدو وهذه خطأ يقترف من 2003 لحد اليوم، أنه كل جهة سياسية أو كتلة ترفع سقف مطالبها، خطابها السياسي غير منطقي، خطابها السياسي عدائي، تلاحظ الأطراف الأخرى تطيها.